مشاهدينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. اكيد كيف ما كتعرفوا حنا دابا في الويكاند، يعني الناس خارجين. غنقول لكم الاجواء صبيحة يوم الاحد، نشوفوا الاجواء كي دايره. احنا مازال مواصلين معكم مشاهدينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنقول لكم الاجواء كي دايره، خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة، لاننا على ابواب الصيف. مشاهدينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، وصلنا إلى نهاية هذا البث المباشر، إن شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر آخر، إلى اللقاء.